التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعت مصر دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف على الجانب الصحيح للتاريخ، وحملت في كلمتها التي ألقاها مندوب مصر السفير محمد مصطفى عرفي، حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، مما ينذر بإفشال جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ويدفع لحدوث تبعات جسيمة تطال الجميع بما فيها إسرائيل. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية بمخيم جباليا بشمال القطاع، كما استهدفت طائرة الاحتلال الإسرائيلية منطقة المغارقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد وأصيب عدد من فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمدينة جنين، وأوضحت مصادر فلسطينية أنه تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوات ناسفة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين. وفي مدينة نابلس اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، وشرع بعمليات مداهمة لعدد من المنازل، وكذلك عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية. قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن سيتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أنه من المرجح أن يطرح بايدن الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعاملين في المساعدات الإنسانية وزيادة شحنات المواد الغذائية إلى غزة. يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوف جالانت خلال اتصال هاتفي أن حادثة قتل عمال الإغاثة بغزة تعزز المخاوف بشأن اجتياح رفح الفلسطينية. أكد مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس أن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة استهدفهم بشكل منهجي. وقال أندريس أن المنظمة الخيرية كانت على اتصال واضح بالجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يعرف تحركات عمال الإغاثة التابعين لها. أعلنت الخارجية الأمريكية أن على الفلسطينيين السعي لإقامة دولتهم عبر محادثات مباشرة وليس في الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل يجب تحقيقه عبر مفاوضات مع إسرائيل، وهو ما تسعى إليه واشنطن في هذا الوقت على حد قوله. أرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرض له مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه. إلى هذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع درجة التأهب في سلاح الجو. وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال إنه تقرر عقب جلسات تقييم أمني وعسكري استدعاء قوات الاحتياط التابعة لمنظومة الدفاع الجوي. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار يقضي بتعزيز منظومة الدفاعات الجوية في أنحاء إسرائيل كافة، وأنه جاء على خلفية الخشية من رد إيراني على مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في القصف الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق. أعلن حزب الله اللبناني مهاجمته 5 مواقع إسرائيلية في الجليل وتلال كفر شوب المحتلة. وقال الحزب في بيان له إن مقاتليه قصفوا بالقذائف المدفعية مجموعة من الجنود الإسرائيليين أثناء قيامهم بتحصين موقع المرج. كما أفاد الحزب بأنه قصف تجمعين للجنود الإسرائيليين في خلة وردة وفي موقع الراهب ومحيطه. وأعلن أيضا استهدافه قيادة سرية عسكرية إسرائيلية خلف ثكنة برانيت
وقصف موقع روسيات العلم في تلال كفر شبرا المحتلة. ورياضيا، تعادل سيراميكا كليوباترا مع زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسة الجولة 17 من الدوري الممتاز. وفي نفس الدور حقق الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام نظيره سموحة بهدفين لهدف. بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 16 مباراة. في المقابل تجمد رصيد فريق سموحة عند 22 نقطة، يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.